دائرتين اللي هو الدائرة المؤلفة من جزئين، جزء أبيض وجزء أسود، بكل شيء منا في نقطة، الجزء الأسود في نقطة بيضاء والجزء الأبيض في نقطة سوداء. تمام، كلكم بتعرفوا هذا الشيء. اليوم رح نحكي عن اليانج واليون بطريقة مختلفة تماما. نحن حكينا قبل، تمام، احنا حكينا قبل انه اليانج واليان هن متكاملين، هن عندنا الشي بيكون يا يانج يا 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 يكون ذكوري طاقة ذكرية وأنثوية، مشان أسهل للسماع عنكم، هو يا طاقة ذكرية يا طاقة أنثوية. نحن حكينا هذا الشيء قبل. اليوم رح نحكي شيء فلسفي أكتر، بيعطينا معلومات، بفهمنا شغلات أكتر، وهو إنه كل طاقة ذكرية بتحوي بقلبها طاقة أنثوية، وكل طاقة أنثوية بتحوي بقلبها طاقة ذكرية. إذا بندقق على هذا الرمز، الدائرة الكبرى هي عبارة عن الكون، الجزء الأسود هو الطاقة الذكرية، والجزء الأبيض هو الطاقة الأنثوية. نحن بنلاحظ بقلب الجزء الأسود في دائرة بيضاء، يعني بقلب كل طاقة ذكرية في طاقة أنثوية، والجزء الأبيض بقلبه في دائرة سوداء، يلي هي الطاقة الذكرية. إذا ما في عنا شيء بالحياة هو يانج تماما، وما في شيء عنا بالحياة هو ين تماما. أما بس اللي عنا إياه أنه بتغلب صفة اليانج عن اليان، أو صفة اليان عن اليانج. والأكثر من هيك أنه هذا الشيء كل شخص مننا هو عبارة عن هاي التركيبة، بس الشخص مننا يا بيكون هو أسود، نحن عم نحكي عن أسود هلأ، ما رح بعدين نشرح شو هو الأسود، أو بيكون أبيض. هلأ الشخص الأسود هو الشخص خلينا نقول، قلتوا هون شر، ممكن نقول شر، ممكن نقول انه هو قوي، ممكن نقول انه هو صفة الذكورية عنده كتير كبيرة، هو كتير بس منلاحظ بكل هاي القوة او بكل هاي الذكورية او بكل هذا الشر، طبعا نقدر نطبق هدول الثلاث صفات على هي النقطة البيضاء اللي هي الخير، اللي هي الطاقة الأنثوية، هي اللطف. مشان هذا الشخص اللي هو طاقته الذكرية عالية خلينا نقول، أو اللون الأسود عنده كبير، المفروض عليه أنه قدر الإمكان يكبر هالدائرة البيضاء اللي فيه. يعني إذا هو كان شرير لحتى يتوازن، أو هو اللي هو كان برنامجه شر خلينا نقول مو شرير، لازم يكبر هالنقطة البيضاء اللي عنده اللي هي الخير عشان يعمل توازن. ونفس الشيء بالقسم اللي هو الإنسان اللي كتير طيب، أو اللي هو كتير ين، هون عنا بالعكس بتصير القصة، إنه هذا إنه أي نقطة الشر تكبر، بالعكس بدها تصغر. إذا هيدا الرمز حتى نعمل توازن فيه، اللي هو شخص، أو خلينا حنقول أسود أو أبيض بس ما تفهموني غلط، الشخص اللي الرمز الأسود بيمثله بننصحه إنه هو يكبر الشيء الأبيض فيه، والشخص الأبيض ننصحه أنه يصغر الشيء الأسود اللي فيه. طبعا اجتماع هدول الدائرتين عم يعملون الدائرة الكبيرة اللي هي الكون. هلأ الشخص بنشوف أوقات هذا الرمز الأبيض لفوق
وإيامات الأسود لتحت أو إيامات الأسود لفوق. هلأ كل شخص هو رمزه، هو شو بيناسبه، يعني قتالية إذا هو إنسان كتير قوي. هلأ الشخص اللي بيمارس الفنون القتالية منلاحظ إنه بيحط هذا الرمز الأسود لفوق والأبيض لتحت. الشخص اللي هو كتير كتير قوي أو كتير عنده صفة، عنده طاقة يانغ كتير عالية، كمان بيحط الأسود لفوق. الشخص اللي كتير طيب بيحط الأبيض لفوق. الألوان، هل هي ذكرية أم أنثوية، عن السعادة، عن عنان، كتير شغلات. أنا رح أوضح لكم هلأ الفكرة وبعدين بنحكي تفاصيل، بعدين بنشوف إنه الموضوع كل شيء نسبي. هلأ نحن بنعرف إنه نحن جسمنا مؤلف من 7 شاكرات، قاعدة، جذر، سرة، مركزية، عقل عملي، عين، طال، تيتاج. وبنعرف إنه المركزية هي اللي بالنص بيناتهم، اللي بنقول عليها هي شاكرة التوازن. هي الشاكرة الين لازم يكون فيها يساوي اليانج، تمام؟ هلأ كل شي شاكرات أسفل الشاكرة المركزية اللي هن قاعدة، جزر، سرة، هن يانج. أما الشاكرات الثلاثة العليا هن يان، اللي هي العقل العملي، العين الثالثة والتاج. هلأ كل شيء ألوان متعلقة بالثلاث شاكرات السفلية هي يانج والألوان، أوكي؟ والفكرة وضح الماتش بين الموضوع، أوكي. هلأ شغلة تانية، هلأ بنرجع بنحكي كمان الموضوع من جهة تانية. كل شي جسدي نعمله هو ينج ذكري، وكل شي فكري بنعمله هو ين. ما في شخص بيقدر يقوم يلعب رياضة قوية وبنفس الوقت يكون عم يعمل تأمل. وما بعرف أنا إذا في حدا سألني إنه أنا ماني عم بقدر أعمل تأمل، لو انت عندك طاقة اليانج كتير عالية، مارس صيام روحي لحتى تقدر تكون ين، لحتى تقدر انك تعمل تأمل. اللي طاقته أنثوية بيكون الرمز الأبيض هو بيمثله، بس هلأ أوقات كمان هون صارت فلسفة، أوقات بيكون شخص شرير بتشوفه من برا بيكون هو، يعني رجعنا نحكي إنه شكله ممكن يكون ين بس هو من جوا، هو من جوا أسود. هون بصير لأ الأسود بيمثله. هلأ اللي عم تقولي لازم نتخلص من النقطة السوداء، لأ ما بنقدر نتخلص من النقطة السوداء، لأنه نعمل تأمل شفاء اليوم. رانيا نحن بعد ما بدينا كنا ناطرينك، كنا عم نحكي بشكل عام. يلا خففوا الإنارة، هدوء هدوء، حطوا أفكاركم معي، انسوا كل شي بالكون، هدوء هدوء. هلأ نحن نشوف دوامة،
نشوف، لا نركز على أسفل ظهرنا. هنشوف بقعد ضوء لونه أورانج، لونه برتقالي. هاي البقعة وهاي المنطقة عبارة عن شجرة تبعنا، هندخل فيها ونشوفه. هنلاقي مع الألوان، مع اللون البرتقالي ألوان تانية. هاي الألوان عبارة عن أمراضنا، حتى نتغلب على الأمراض لازم نقوي شاكرتنا. هلا رح نستجدد من الكون لون البرتقالي، هنشوف اللون البرتقالي بشكل نور غايل عنا. هنوجه هذا النور البرتقالي تبعنا، هنمد فيه هذا اللون البرتقالي، هعمل له طاقة الشفاء، طاقة الجاذب، طاقة الجمال. هنستمد منه من الكون هذا النور، هناخد هذا النور ونغذي في شاكرتنا حتى تصير شاكرتنا لونها برتقالي، برتقالي لامع. كمان نتغذى باللون البرتقالي، كمان نستمد من الكون، وهلأ بدنا نوسع هذا اللون البرتقالي على كل هالتنا. هيك طاقة الشفاء، طاقة العافية، طاقة الجمال، طاقة الجاذبية صارت موزعة عنا بهالتنا. هالتنا قويت، تخلصنا من أمراضنا، ممتاز. وهلا نفتح عيوننا شوي شوي، ونحن أشخاصين، نحن أشخاص جميلين، عنا سر جاذبية وسعداء.
جميل، راح بعتذر بس راح عليك التأمل. اوكي شباب، صرتوا معي؟ لا ما تعتذر، بسيطة بس. اوكي ان شاء الله. شباب كيف كان التأمل؟ شي بدي اطمن على حسام. وين حسام؟ حسام ضايق شي بالتأمل؟ شو كنت بتشوف؟ شو اللون اللي كان مع البرتقالي عندك؟ ما مشكلة، ما في مشكلة، المهم انك شعرت انه انت نشطت هاي الشاكرة. هلا نشاط هاي الشاكرة حيقوي لك، حيبعد عنك الأمراض، حيخفف لك آلامك. اوكي ان شاء الله، بس ان شاء الله انك ما تعبت، ما كان في ألم أثناء التأمل. كتير منيح. الحمد لله. دوامات لون البرتقالي، هذا الشيء اللي أنا بدي إياكم كنتوا تشوفوا. هذا اللون البرتقالي هو الحياة، يكون الشفاء. هلا حسان هلا بشرح لك شغلة كتير مهمة، بس خلينا نحكي كل واحد شو شاف بعدين بنجاوب عليك. اوكي ماستر محمد، اللي عنده برد ان شاء الله ما تعبت. نحن بنعرف انه نحن عنا 7 شاكرات، كل شاكرة هي عبارة عن دوامة طاقية. هاي الدوامة الطاقية شو بتعمل؟ هي يلي بتوزع طبقات الهالة. الهالة مؤلفة من 7 طبقات، كل طبقة منها شاكرة بتغذيها. هي عبارة عن 7 ألوان هالتنا، طبعا شوي 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 بتصير بتتوسع بموضوع الهالات، تعرفوا كيف تركيبها شو ألوانها. بس نحنا عنا القاعدة بيعطينا اللون الأحمر، والجذر بيعطينا اللون البرتقالي، وانتو ماشيين بالشاكرات. تجمع هالهالات هو اللي بيعطينا الهالة كلياتها. بقى نحنا بنغذي الشاكرة، ومن الشاكرة بنوزع على الهالة، وهيك بتكبر هالتنا وبتقوى. وضحت؟ الفكرة حسان وضحيت؟ تمام. هلا في عندكم أسئلة بشكل عام؟ حتى لو ما كانت بالدرس مع الآية ممكن نحكي فيهم أسئلة قبل ما يعني مشان ما نحكي ما نفتح موضوع جديد. هلا الهالة لا معنا لونها ابيض، ابدا الهالة معنا لونها ابيض، بس انتم لانه بعدكم ما بتكشفوا الوان مزبوط ما بتشوفوا الهالة. بحب اخبركم انه المتمرس بيقدر بيشوف هالة الشخص ملونة، بيقدر بيشوف من الوانها بيقدر بيشوف من الوانها إذا هذا الشخص عنده أمراض، إذا هذا الشخص صحيح، إذا شاكراته صح ولا غلط. من رؤية الهالة، التأمل والتركيز على الشاكرات بيخليك تشوفي أكتر، بيخليك تشوفي ألوان. وتصبحوا على خير. أوكي شوفكم الأسبوع الجاي، ضلوا بسعادة وعملوا تأملات السعادة على طول.